السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم رشيد الدحماني في فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضروا على ستوب موشن. ستوب موشن هو تقنية من بين بزاف ديال التقنيات في صناعة الفيديو. ستوب موشن هو عبارة عن فيديو، ولكن إلى جينا نفككوه غادي نلقاو في الأصل بزاف ديال التصاور مجموعين بواحد المونتاج ديال الفيديو أو لغا أبليكاسيو في التليفون. دابا ندوزو للبراتيك، نصورو ستوب موشن ديال هاد الكاميرا هادي، نديروها كتحرك وداكشي باش نبراتيكيو شوية. كما كتشوفو كاميرا كونيكتيشن مع البيسي باش كنصور من البيسي وباش نقيش الكاميرا باش التصاور ميجوش محركين ويجي داكشي مخدوم مزيان. بيسي حاطو فوق داك الكتوبة حيت الخيط باش نكونيكتي كاميرا مع البيسي قصير، داكشي علاش حاطو فوق داك الكتوبة. لا اله الا الله وصافي. دابا ندوزو للإيديتين. غادي ندخلو للبرومير برو. اول حاجة غادي خصنا نديروها هي نمشيو للإيديت بريفيرنسز، وغادي نمشيو للتايم لاين. هادي واحد النقطة اللي مهمة بزاف خصنا نديروها، نتأكدو بلي هنايا كاينة 12 وهنا كاينة 1، أولا إذا كانت هنايا 25 مثلا نديرو حنا 25. درت أوكي ودخل ديريكت. درت 25 كما قلنا، كما قلت درت 25 هنا، هنا خصني ندير جوج وبالفريمز. عندكم ديرو الثواني، تأكدوا بلي هادشي بالفريمز. أوكي دابا غنيمبورطيو التصاورات ديالنا، جمعتهم في هاد الدوسي هدا باش نسيليكسيوني كلشي. تندير سيليكسيون، تندير كونترول ا، كنهزو التصاورات ديالنا تنيمبورطيوهم هنايا، كنسين واحد شويه باش يتيمبورطاو. محط تصاور ديجا مسيليكسيونين، نستغل هاد الفرصه ونهزوهم ونحطوهم باش تكريا لينا سيكونس. كما كتلاحظوا الفورما ماشي بحال الفورما العاديه، واحد الفورما ماشي اللي باغيين حنايا، داكشي علاش غادي نمشيو للسيكونس سيتينغز وغادي نبدلو الفورما. غادي نديرو 1920x1080. اوكي مزيان، دابا ديال الفورما اللي بغينا حنايا ديال الفيديو عادي. الى دوزنا بحال هكا غادي نلاحظوا ان هادشي مزومي، فورما ديال التصويره كبيره، داكشي علاش جا عندنا داك الزوم. وغادي نقادو داك البلان كي غنديرو ليه، غادي نمشيو للتصويره الاولى، غادي نجيو للسايز هنايا وغادي نهبطو شويه حتى ما تبقاش لنا الكحوليه، تنظن في 39 مزيانه صافي. باش نطبقو هادشي على كاع التصاور الاخرين غادي نديرو كوبي وغادي نسيليكسيونيو كاع التصاور اللي بقاو، نحاول نكبر باش يبانو ليا كاملين مزيان. دابا غادي نسيليكسيونيوهم كاملين الا داك التصويرة الاولى حيت ديجا قديناها، وغادي نديرو باس. تأكدوا بلي هاد الموشن هادي هي اللي مكوشيه. اوكي صافي، دابا كاع التصاور الاخرين مقادين. دابا غنطلقو نشوفو كيجا. غادي نحطو عليه مزيكا باش يعطينا واحد شويه ديال لومبيونس وميجيش داكشي ناشف. خصني نقلب هاد المزيكا، هادي كاين واحد الدخله هي فين انا، الدخله هادي اللي سمعتو هي فين غادي نقطعو ديك البديه ناعسه شويه، نقطعوها حنايا في البلاصه اللي شابكه. صافي كنديرو هكا ونطلقو الفيديو ديالنا. صافي انا غادي نكسبورت هذا الفيديو، هذا نتوما غادي تشوفوه دابا. الا لاحظتوا معايا راه اكثر من 200 تصويره والنتيجه ماشي شي حاجه اللي واعره.
الا بغيتي نتيجه مزيانه غتكثر من التصاور غتمشي بشويه بشويه. داكشي علاش خصك بزاف ديال الصبر باش تطلع فيديو اللي واعر. دابا ندوزو ستوب موشن الثاني، ولكن هاد المره اللي غادي نصوروه غير بالتليفون، ماشي ضروري يكون عندك كاميرا باش تصور فيديو ستوب موشن. باش تصور بالتليفون من الاحسن ما تقيسوش، ما تقيسش التليفون باش ما يتحركش، باش يطلعوا التصاور كاملين نفس الكادراج باش كيطلع فيديو اللي زويون. وانا الحل اللي لقيت لهاد البلان هذا هو هاد الكيت هذا بلوتوث، تنكليكي هنايا كندير التصويره. تقدر ما عندكش كيت بلوتوث تقدر دير كيت عادي، غا هو حاول تقيسو بشويه باش ما يتحركش داك الخيط ديالو ويزعزع لك التليفون. هاد الفيديو هذا اللي صورت دابا غادي نمونطيه بالبيسي، ولكن ماشي ضروري يكون عندك بيسي باش تمونطيه. كاين واحد لابليكاسيون مورا ما غادي تشوفوا الفيديو اللي صورت، غادي نحط لكم سكرين شات ديالها كيفاش تقدر تصور بها في نفس الوقت هي كتمونطي لك التصاور وكتخرج لك فيديو اللي مقاد مونطي، ولكن هذا غادي نمونطيو حنا بالبيس. دابا نمونطيو التصاور اللي صورنا بالتليفون، وعندي احساس ان ستوب موشن اللي درنا بالتليفون غادي يجي احسن من اللي درنا بالكاميرا. نفس الخدمه نفس ستيبس اللي درنا قبيله هما اللي غادي نديرو دابا. تصاور جي من الكاميرا ولجي من التليفون تيبقاو تصاور، يعني ما غتبدل حتى شي حاجه. نزلو التصاور ديالنا جمعتهم من واحد الدوسي هما ديجا سيليكسيونيتهم، دي سيليكسيوني كونترول ا غيتسيليكسيوناو كاملين. حنا ديجا لتحت هنايا غنهزهم غنلوحهم في البرومير برو. تايم لاين راه بقى هو مقاد، داكشي اللي قلنا قبيله راه هو اللي خصو يدار. هاد الفيديو هذا غادي خصني نزيد ليه موسيقى، وغادي نزيد ليه حتى ساوند افكت، حيت داك الكتاب غنديرو على شكل بلي راه شي كاميو، وداك بوشي ديال النظر غادي يطلع، وداك البسطام اللي تابعو من اللور زعما راه شي واحد باغي يركب جا معطل. غادي خصني شويه ديال ساوند ديزاين وغادي تشوفو النتيجه دابا. بالنسبه للناس اللي بغاو يصوروا وحتى المونتاج اللي يديروا بالتليفون كلشي بالتليفون فماشي مشكل، كاين هاد الابليكاسيون هادي صراحه مزيانه سميتها ستوب موشن ستوديو. كتدخل بحال هكا كتانستاليها كتدخل ليها تدخل لهاد الكاميرا نتا يعطيوك كاميرا كتصور عادي، غا هو فيكسي التليفون ديالك فوق شي سيبوره فوق شي حاجه. هذا غا تجربه وصافي باش نوريكم الطريقه كيفاش كتخدم الابليكاسيون. كتصور بحال هكا مثلا تصويره تحرك لوبجي عاود تصوير اخرى تزقو. ملي كتسالي التصاور ديالك في الاخر كتشكليكي على هاد اللعيبه هادي صافي كيولى عندك فيديو كما كتشوفو. ما كاينش شي عذر تخليك انك ما تصورش انت شي فيديو ديالك بالافكار ديالك بشي حاجه اللي انت تبدع فيها. وانا متاكد صراحه كاين فيكم اللي غيطلعوا فيديوهات اللي واعرين بزاف. دابا غادي نعطيكم واحد ثلاثه ديال الحوايج اللي ضروري خصك ديرهم الا بغيتي الفيديو ديال ستوب موشن يطلع. الحاجه الاولى ما تصورش بالضوء ديال الشمس، كما كتعرفوا ستوب موشن فكيدي واحد الوقت اللي طويل، انت الا صورتي اولا عولتي على الضوء ديال الشمس هو اللي غادي يعطيك الاضاءه، فراه الاضاءه ديالك غادي تبقى تبدل والفيديو غادي يبان فيه داك الفرق ديال الضوء. الا كنتي انت هذا الفيديو غادي تزرب عليه والزربه ما ننصحكش بها، حيت الفيديو غادي يطلع عيان. وهذا الشيء علاش كاينه النصيحه الثانيه اولا الحاجه الثانيه اللي هي الصبر. خصك بزاف ديال الصبر الا بغيتي تمشي زعما تخصص في هذا الدومين ديال ستوب موشن وتمشي فيه بعيد، خصك تكون صبار ديال بصح، حيت كل حاجه خصك تعطيها حقها وطريقها، والتصويره خصك داكشي يكون متقون، يعني غادي يدير لك بزاف ديال الوقت خصك تصبر.
والحاجه الثالثه هي التليفون اولا الكاميرا باش تصور ما تتحركش. الا عندك كاميرا غادي تكونيكتي مع البيسي وغادي تبقى تصور من اللايف فيور ديال البيسي، ولا عندك تليفون غادي تاخذ ليزيات بلوتوث هما باش غادي تبقى تصور. الا ما عندكش ليزيات بلوتوث غتاخذ ليزيات عاديا غتبرونشيهم غتبقى تكليكي على هذيك اللعيبه باش كتجاوب هي باش غتصور. ها هو حاول التليفون ديالك ما يتحركش، حتى الا ما عندكش ليزيات تقدر بالتليفون تبقى تكليكي بشويه تحط اصبعك باش يتصور، ولكن اهم حاجه اللي خصك ديرها في راسك التليفون ما خصوش يتحرك باش الفيديو ديالك يطلع زوين. والتحدي اللي غادي نقول لكم ديروه هو كاملين تهزوا تليفوناتكم اللي ما عندوش كاميرا ولا اللي عنده كاميرا يبغى يخدم بكاميرا يخدم بها، وصوروا فيديو ديال ستوب موشن. فكروا بشي فكره اللي تكون زوينه احسن من هاد الافكار اللي درت انا اللي هي افكار عاديه. فكروا بشي فكره زوينه شي حاجه اللي حركوها بشي طريقه اللي زوينه، مثلا غا قرعه ديال الماء تبقى تدور ودير شي حركه في شكل. المهم بدعوا من عندكم، صايبوا فيديو ديال ستوب موشن ولوحوا في انستغرام طاغيوني تما او انستغرام ديالي غادي يطلع لكم هنايا، او ديروا في الهاشتاغ RD Stop Motion RD Stop Motion هاشتاغ RD Stop Motion. انا غادي نشوفهم وغادي نجمعهم وغادي نديرهم في فيديو واحد ان شاء الله وغادي نلوحوا في لاشين علاش لا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم، تنتمنى تكونوا خديت واحد الفكره عامه على شنو هو ستوب موشن، شنو هو فيديو ستوب موشن. والحاجه المهمه هي توليو نتوما دابا قادرين انكم تنتجوا واحد الفيديو ستوب موشن بوحدكم. راكم عارفين دابا شنو خصكم، تليفون الا ما عندكمش كاميرا صور تصاور ما يكونوش محركين وتكون اضاءه انت اللي كتحكم فيها، جمع داكشي بابليكاسيون اولا بلوجيسيال و انت عندك فيديو ستوب موشن. سو شنو كتساين؟ سير صور الفيديو ديالك، ولا عجبكم الفيديو بطبيعة الحال خليو لي شي لايك كومنت، قول لي شنو عجبكم في هاد الفيديوهات اللي صايبت انايا، واش ديال الكاميرا اللي هو الاول اولا ديال التليفون اللي هو الثاني. وما تنساوش اللي صايب فيديو يطاغيني في انستغرام اولا يكونتاكتيني ويقول لي راه صايبته ويلوحوا لي بشي طريقه من الطرق، او اللي يدير الهاشتاغ RD Stop Motion. وتهلاو لي فراسكم بزاف، كان معكم خوكم رشيد الدحماني، بيس.